صباح الخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم كايرو ميديا. حابب أعرفكم بنفسي الأول، معاكم سيف محمد، وأحب أرحب بزملائي. أهلا ندى، ازيك يا سيف؟ تمام الحمد لله. أهلا ساندي، ازيك يا سيف؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ازيك كده؟ عامل ايه يا سيف؟ تمام الحمد لله. موضوع حلقتنا النهاردة عن أصحاب الهمم، أو بمعنى أصح ذوي الاحتياجات الخاصة. النهاردة هنعرف إيه مطالب أصحاب الهمم، وهنعرف ايه الاثار الايجابيه والسلبيه عليهم، والقوانين اللي بتطرحها الدوله لمن يتنمر عليهم، والمعاقبه الموجوده ليهم. ودلوقتي هنعرف اول حاجه، عايزين نعرف ايه هي اصلا اصحاب الهمم. اصحاب الهمم دي مجموعه من الناس بيتعاملوا معامله خاصه بسبب اصابه معينه منعتهم ان هم يتعاملوا مع الناس بشكل كويس، بس مع الوقت والتاهيل والمعامله الصح بيرجعوا يتعاملوا تمام وزي الاول واحسن كمان. عايزين بقى نعرف ايه هي الانواع بتاعت الاعاقات اللي عندنا. اول حاجه عندنا اعاقه جسديه، ودي بيكون فيها ان الانسان فقد جزء من جسمه سواء ايده سواء رجله، او مثلا بيصاب بشلل معين بيمنعه ان هو يتحرك ممكن تقريبا مدى الحياه، لان نسبه الشفاء بتاعته ساعتها بتبقى ضئيله جدا، ما بيرجعش يتحرك زي الاول. وكمان يا ندى، حابه ما بيعرفش يتصرف في تصرفاته، كل حاجه منه تبقى غلط. وكمان في برضو الجسديه، بيفقد منها حاسه من حواسه والحسيه، ان هو ممكن يفقد حاسه من حواسه اذا كان سمع او بصر. وفي نفسيه، ان الانسان يبقى متضرب نفسيا، مش بيعرف يتصرف، انطوائي، ما بيعرفش يتعامل مع ناس كتير، دايما بيبقى عاوز يقعد لوحده. عايزين بقى نعرف الاسباب اللي وصلته للحاله دي او خلت عنده الاعاقه دي. اول سبب من الاسباب دي هو السبب الوراثي، ممكن يكون تروجينية، اللي هو بيخليه بيحصل نمو في الخلايا، فبعد كده بيؤدي لاعاقه ذهنيه عقلي. تمام، احنا كده عرفنا ايه هي الاسباب وايه هي الانواع. دلوقتي برضه هنعرف، نحب نتعرف على القانون اللي بتطرحه الدوله للمعاق. في قانون رقم 10/2018 بيدي حق مواطن اصحاب الهمم ان هم بطاقه متكامله فيها كل حاجه هيقدروا يتصرفوا بيها، من عيش حياه كريمه، سكن، مدارس، تعليم، مواصلات، مستشفيات. وفي برضو من قانون رقم 10/2018 ان هم بيعينوا 5% من الجهات الحكوميه وغير الحكوميه منهم من اصحاب الهمم، ويكون عدد ساعات ليهم اقل. وكمان هنيجي كمان هنكمل القوانين. في قانون رقم 11/2019 بيأكد ان هو على البطاقه، ان كل البطاقه متكامله ليها بتدي 130 مليون شخص مصاب من اصحاب الهمم. وحابب برضو ان الدوله بتقدر اصحاب الهمم وبتعملوا يوم للاحتفال، ويقدموا فيه الابطال والعملوا استثمارات يعني، وبيقدموها فيها في يوم 9/12 بيحتفلوا بيه اصحاب الهمم. طيب تمام، احنا عرفنا القوانين اللي الدوله بتطرحها، وعرفنا كمان اليوم اللي الرئيس خصصهم ليهم عشان يكرمهم، سواء النماذج مشرفة أو الناس تحدوا الإعاقة أو ده كله. عايزين نعرف بقى النسبة بتاعتهم، ودي بتكون 15% من سكان العالم، بمعنى أصح 110 مليون ل190 من الدول النامية. وفي حاجة كمان في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، مثلا ان توفر لهم الدولة فرص عمل أو عامة فرص الحياة، ان هي وفرت لهم مراكز خدمات بتدربهم ازاي التخاطب اللغوي ليهم والناس اللي بتتعامل معاهم، وازاي يعرفوا يتعاملوا مع العالم الخارجي. بالظبط كده. وكمان هنيجي نشوف الاحتياجات بتاعتهم، اذا كانت نفسيه، تعليميه، هو بيوفر لهم كل ده، وازاي بقى نخليهم يتخطوا ان هم ينزلوا شغل، ينزلوا عمل، يشاركوا ازاي. هنخليهم اول حاجه ندخلهم في أنشطة اجتماعية مع أهلهم مع أصحابهم. تاني حاجة بقى نديهم ثقة نفسهم عن طريق التنمية. ماشي، ده يا ساندي بالنسبة مثلا للتأهيل بشكل عام. في بقى التأهيل محتاج تفاصيل شوية، مثلا زي الحالات في إصابات العقلية، ودي بتكون إن التأهيل عن طريق إنه مثلا بيدلوا ان هو بيساعدوه بعصاية او كرسي متحرك. وفي حالات معينة بتحتاج اطراف صناعية سواء في الرجل او في الايد عشان يعرف ان هو يتحرك ويتأهل ان هو يبقى زي الناس. يعني احب اكمل كلامك برضو، ان هو في استماعية اللي هي بنوعيهم، واللي هي استخدام لغة الاشارة بنوعيهم هم وبنوعي الناس برضو عشان تقدر تتعامل معهم بشكل افضل. في
في كمان اللي هي البصرية، ان هم بيدولهم شرايط مسجلة للتأهيل والتعليم زي طريقة برايل قراءة وكتابة. تمام. في نماذج مشرفة جدا قدروا ان هم يتحدوا الإعاقة بتاعتهم، وان هم ما يقفوش او يسمعوا كلام الناس اللي هو المحبط، وان هم ما يقدروش يعملوا حاجة او ف في نماذج منهم اللي هو اول نموذج مثلا محمد الحسيني، ده متلازمة داون، قدر ان هو يعوم 7 ساعات متواصلة في ميه درجتها منخفضه جدا، وقدر كمان ان هو يعوم 16 كيلو متر في بحر المنش. واول ما وصل هناك رفع علم مصر هناك، يعني كتكريم لمصر والدوله بتاعته. يعني تاني بطله معانا هاجر محمد، هي عندها 25 سنه، هي دلوقتي سفيره النوايا الحسنه، وهي قدوه لاصحابها في ان هم ازاي يتعاملوا كده على السوشيال ميديا. وكمان في هو البطل برضو اللي هو كريم، واللي كان عمره 13 سنه، وكان برضو خد بطولات كتير في الموضوع اصحاب الهمم، وكان بيعمل جوائز. وكمان معانا رحمه. رحمه شاركت وتعرفت كتير، طلعت على النت كتير والسوشيال كتير، وكمان دلوقتي بتطلع على برامج كتير قوي على النت. تمام. احنا اكيد كلنا عارفين ان التعليم بالنسبه بالذات لاصحاب الهمم دي مرحله مهمه جدا، لان هم بتاهلوا. فقررت وزارة التربية والتعليم ان هم ينشئوا 30 فصل جديد ويجددوا 22 فصل علشان يأهلوهم ويعلموهم، عشان بعد كده لما يطلعوا ان هم يلاقوا وظائف مناسبة ليهم. ومش بس كده، ده كمان انشأوا قاعات اطفال فيها كل الانشطة اللي ممكن تخليهم يتأهلوا ونفسيتهم كويسة. وفي كمان بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس ان هم يتعاونوا معاهم في ان هم يعلموهم، وبس ومش بس كده، يعني مش بيعلموا الطلاب بس، لا دول بيجيبوا ناس معينة وبيعلموهم من معلمين، بيعلموهم ان هم ازاي يتعاملوا معاهم سواء في الحالة الفكرية او الاجتماعية او حاجة زي كده. يعني وزارة الصحة كمان وفرت لهم ان هم يكون ليهم كشف مبكر، يعني ان هم الحالة تروح تكتشف وهي في صغيرة عشان يقدروا يحددوا الإعاقة بتاعتها والدواء بتاعها والغذاء المفيد ليهم وكل ده. وكمان هنلاقي مكاتب التأهيل دي موجودة في كل حتة، يعني لازم كل محافظة هيبقى فيها مكاتب لتأهيل أصحاب الهمم. التأهيل بقى من ناحية تعليم، دراسة، مستشفيات، كل حاجة. وكمان بيساعدوهم على لو في حاجة عندهم ناقصة بيوفرها لهم. وكمان برضو الدولة أتاحت لها 5000 فرصة عمل للمعاقين أو أصحاب الهمم لكي يستفيدوا منها، وبرضو خصصت من صندوق تحيا مصر 500 مليون جنيه لتوفير متطلباتهم اللي بيحتاجوها. طيب تمام. في حاجة برضو تاني مهمة جدا ولازم أصلا الناس كلها تعرفها مش ناس معينة، اللي هي فن التعامل مع أصحاب الهمم. بالنسبة للناس الكبيرة أو البالغين، اللي هي أول حاجة اني مثلا لما اشوف شخص ماشي في الشارع عنده اعاقه، اللي هو انا ما ببصلهوش بطريقه ان هو انت شخص مختلف فيك حاجه او ما كسفهوش مثلا. في حاجه تانية بقى اللي هو مثلا ما اروحش اساعده غير لما هو يقول لي انا محتاج مساعده، لان انا لو روحت عملت كده مني لنفسي هيفتكر ان انا مثلا بشفق عليه او حاجه، فهو ساعتها هيحس احساس وحش جدا. ولازم مثلا الاطفال ما بينهمش، ولازم نبتسم في وشهم. مثلا لو واحد متقاعد لازم نكون قاعدين في مستوى الكرسي اللي هو قاعد عليه، ونبدا نتكلم معاه بلطف، ولو مثلا بصري نبدا نمسك ايده نتكلم نتفاهم معاه، ولو سمعي نحط ايده على كتفه الاول قبل ما نبدا كلام عشان نعرف نتعامل او نتكلم ونبدا الكلام. وطبعا احنا لازم في المعاملة كمان نبقى واخدين بالنا من كل حاجة احنا بنعملها عشان ما نسبب لهمش اي ضرر نفسي او اي ضرر يعمل لهم اي حاجة في حياتهم تضايقهم. لازم برضو اللي احنا ما نحسسهمش بفرق، ان هو الناس كلها واحد، اللي هو ما تحسسهمش بالاعاقة بتاعتهم او اللي احنا نبقى يتحرجوا من كده، فلازم نتعامل كلنا كبشر واحد. فعلا يا سيف. في مراكز نشأت في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة، يعني إن هما بيعملوا علاج طبيعي للحالات دي عشان يرجعوا يتعاملوا تاني. في حالات كتيرة إن هي خلاص تم شفائها وكل حاجة، بس مش في كل الحالات، يعني ممكن نقول في حالات الإعاقة الجسدية مثلا في ناس بترجع تتعامل تاني مع العلاج الطبيعي وكل ده. ايوه يا ندى فعلا. وكمان هنلاقيها كمان متوفره في المستشفيات دلوقتي ضمن البطاقه المتكامله اللي عاملها الرئيس السيسي.
تمام. ودلوقتي هنعرض صور العرايس، كانت حاجة يعني بتسلي وقتهم وفي نفس الوقت مش بتحسسهم بينهم بين اي فرق بين الناس. بعدين الصور دي نعرضها. كملي كلام، هنكمل كلامنا دلوقتي وبعدين نعرض الصور. في نهاية الحلقة ان شاء الله نعرض بقية الصور. تمام. لو جينا شفنا من ناحية التعليم كمدارس والمراكز اللي كانت بتقول عليها ندى، هنلاقي ان دايما كل حاجة بيوفر لهم، يعني لو سامي او بصري او اي حاجة بتبقى بتوفرها كاملة في المستشفيات والمراكز. ايوه، كمان برضو ان الدولة مش ناسياهم، اللي هي بتعاملهم كمعاملة زي البشر، بتوفر لهم خدمات، بتوفر لهم عروض على اي حاجة، حتى كسيارات برضو اللي هي بتخصصوا اللي هي بيبقى سعر اقل كمان عشان هم يبقوا غير قادرين ان هم يعملوه. حتى برضو يعني عامل لهم حفلات. اي، ما كان يوم 9/12 ده بيحتفلوا فيه، يوم في السنة بيحتفل بيه وبيكرم فيه الابطال وكده. في حاجة تاني مهمة، ان في الفترة بتاعت الكورونا الاخيرة اللي ظهرت دي كانوا مخليين بالهم بالذات من اصحاب الهمم، لان هم اصلا زي ما احنا قلنا في اول الحلقة ان هم بيحتاجوا معاملة خاصة جدا. فعشان كده وزارة الصحة خاص يعني نزلوا طريقة ان ازاي نتعامل معهم بالذات في فترة الكورونا، وكمان خصصوا ليهم اقسام في المستشفيات دلوقتي العامة، ان مثلا لما حد منهم بيروح ما بيخشش اي قسم، زي يعني الناس اللي هي ليهم مكان خاص ليهم. ايوه، ان هم يكشفوا فيه ويعملوا فيه كل حاجه، لان هم بالذات يعني بيبقوا محتاجين معامله خاصه. ودي حاجه كويسه جدا، دي حاجه جميله اصلا كويسه. بس ان الدوله بتهتم بيهم مش ناسياهم برضو، اللي هي في جميع الاحوال الدوله في وقت ازماتها اللي هي برضو ما بتنساهمش عشان ما تحسسهمش ان هم يعني بالاعاله بتاعتهم. تمام. فاحنا دلوقتي برضو يعني احنا عرضنا اللي قلنا القوانين وقلنا الانواع وقلنا الاسباب، ودلوقتي برضو ان هي ان الدوله بتطرح ليهم مسائل كتير وبتطرح لهم حاجات، وبرضو يخشوا جوائز وبطولات. طبعا احنا لسه قايلين من الناس اللي واخده جوائز قلنا منهم زي رحمه، زي كريم، ومحمد وهاجر. دلوقتي وقت حلقتنا انتهى. صباح الخير على كل مشاهدين قناة صحة والجمال ومشاهدين قناة كايرو ميديا ستور. معاكم النهاردة ريهام الشفعي، وهنتكلم النهاردة في موضوع جديد وهنناقش مع بعض نظرية جديدة. وقبل ما اتكلم في اي حاجة احب الاول ارحب بزميلتي. ازيك يا اسراء؟ ازيك يا ريهام؟ الحمد لله. وزي ما قلت لكم النهاردة هنتكلم عن قضية مجتمعية منتشرة جدا الفترة دي، وفيها منظور خاطئة كتيرة جدا بالنسبة للمجتمعات وخصوصا للمجتمع العربي، وده اللي احنا هنناقشه يعني مع بعض، وخصوصا ان هو بيبقى الموضوع اكتر للمرأة اكتر من الراجل. فاحنا هنتكلم النهاردة عن نظرية الطلاق او مشكلة الطلاق، وان الطلاق طبعا يعني بيبقى ليه اسباب كتير او مشاكل كتير طبعا الطرفين بيعاني منهم. فعشان كده احنا هنحاول ان احنا نتناقش في الموضوع ده ونتكلم فيه بطريقة ان احنا نحاول ان احنا نحسن من مفاهيم كتيرة قوي يعني لحد ما مش عارفينها بطريقة صح. فهنتكلم النهاردة عن ثلاث حاجات مهمة جدا هتفهم كل الحاجات دي خصوصا عن موضوع الطلاق، وهنتكلم عن اسباب الطلاق، وتاني حاجة هنتكلم عنها هي وجهة نظر المجتمع ضد المرأة او الرجل، وطبعا المرأة بشكل اخص عشان زي ما قلنا هي اللي بتاخد عين الاعتبار. وتالت حاجة هنتكلم عنها اللي هي الحاجة اللي بتبقى مؤثرة جدا في مشكلة الطلاق، وهي مسير الأطفال، لأن الأطفال دول بيبقوا أكتر ناس هم اللي اتأثروا بمشكلة الطلاق دي، لأن هم بيبقوا اتحطوا قدام الأمر الواقع بسبب مشكلة الانفصال أو المشاكل اللي بين الزوجين. فأول حاجة هنتكلم عنها زي ما قلنا مع بعض هي أسباب الطلاق. وأول حاجة من أسباب الطلاق طبعا بتبقى سوء الاختيار. فعلا يا ريهام، سوء الاختيار بيبقى عامل اساسي او سبب رئيسي ان هو ممكن يؤدي للطلاق، سواء في بدايه العلاقه او في فتره الخطوبه. لو الست ما اختارتش صح بيبقى بعد كده بيبقى في نتائج او اثر سلبيه كتيره في العلاقه. ولو ما ابتديتش تفهم الراجل صح، خصوصا ان في اشخاص كتيره بيبقى عندها انفصام في الشخصيه او شخصيتها مش مفهومه،
في البدايه، او ان هي ممكن تكذب، او ممكن مثلا تمثل شويه في البدايه، فالست ما بتقدرش ان هي تفهم شخصيه الراجل اللي قدامها. وفي فعلا ستات برضو بيبقوا بيكذبوا او مثلا بيمثلوا في بدايه العلاقه، او ممكن ما يبقاش ما بينهم الاثنين او علاقه كده، او مثلا زي تجانس، او الشخصيات بتبقى متفاهمه مع بعض. هو طبعا يا اسراء انا معاكي جدا في وجهه النظر دي، لان دايما يعني مشكله سوء الاختيار بيبقى كل واحد في بدايه العلاقه بيبقى دايما حاطط مميزاته اكتر، فما بيبقاش الطرف التاني شايف العيوب دي كويس، فبتبتدي العلاقه بتبقى ماشيه على خط واحد، فبيبتدوا بعد كده بيكتشفوا ان في مشاكل بتواجههم، ان الحياه كلها مثلا مش حب بس او الكلام ده، فبيبتدي بيبقى في مثلا عدم تفاهم او اختلاف وجهات النظر، فده بيؤدي ان هو بعد عشره طويله جدا بتلاقي ان الموضوع يعني بقى صعب، وان هم مش قادرين يستحملوا بعض، وبيبتدوا يتلككوا لبعض على مشاكل صغيره جدا، ويبتدوا ان هم يوصلوا للطلاق. وبرده الحاجه اللي بتبقى برده من اسباب الطلاق اللي بتبقى مرتبطه شويه بسوء الاختيار تدخل القرايب، او ان هم لو اتنين متجوزين عن قرب ان هم الاتنين يعني قرايب من بعض بيبقى المشكله اكبر، لان دايما القرايب بيبقوا عايزين يتدخلوا في حياه بعض بيبقى بحسن نيه او بسوء نيه. اكيد، ولو هي مشكله صغيره برضو ممكن يكبروها اكبر، او لو مشكله مش محتاجه اصلا ان هم ممكن يحلوها ما بينهم وبين تفاهم. بيفضلوا برضو الاهالي تزن، او مثلا الام بتبقى ما بين طرف البنت وبتبقى واقفه معاها، وممكن تشوف حتى لو هي الغلط دايما بتبقى شايفاها هي الصح، عايزه بنتها تبقى الاحسن، او مثلا مرتاحه في الشتاء اكتر، فممكن تيجي على طرف الراجل اكتر بشويه. اه طبعا اكيد. وغير كده كمان يعني الام عموما كحما بقى بالنسبه للراجل دايما بتبقى اللي هو لا مراتك مثلا ما بتديش يعني واجباتها مثلا الزوجيه كويس، او ان هي مثلا ايه ده دي طبخها وحش او بتعمل كذا، ودايما بتطلع لها القطط الفطسانه، وخصوصا بقى اللي هو لو عيله مع بعض بيبقى الموضوع اكبر، ان بيبقى التركيز خلاص هو عارفه ان هي وهي صغيره كانت عامله ازاي، فبيبتدي التدخل، خصوصا لو الراجل مش قد المسؤوليه او البنت مثلا مديه مساحه ان مامتها تتدخل او باباها بطريقه كبيره، بيبتدي المشاكل بتكتر جدا. وده برضو بيؤدي لسبب تاني وهو الخيانه الزوجيه. يعني عموما الخيانه دي بتبقى ليها كذا قسم، يعني زي خيانه السوشيال ميديا مثلا. يعني عموما الراجل يبتدي ان هو يفكر في الخيانه ده بسبب ان هو بيبقى خلاص هو شايف ان هو طول اليوم مثلا في الشغل، فعايز يرجع يقعد على القهوه، فبالنسبه له خلاص هي يعني مراته تبقى بطلت تهتم بنفسها زي الاول، بطلت ان هي تركز معاه زي الاول، فاللي هو خلاص انا هختار الحل السهل واحاول ان انا اتكلم مع حد يفهمني اكتر، الاقي راحه نفسيه، لان بيبقى فيه قله تواصل بينهم. بس اكيد هو مثلا الراجل لازم يفهم ان في مساحه ما بينهم، او في شغل، او الاتنين ممكن يكون عندهم ضغط، سواء الست عندها ضغط من البيت او ضغط من الشغل لو هي مستقله فعلا، او الراجل ممكن يكون عنده ضغوطات شغل او كده، فالست لازم ان هي تهيئ البيت او يبقى في وضع هادي لما يبقى يجي من الشغل او يرجع وكده. فالمفروض الاتنين يدوا مساحه لنفسهم ان هم يفهموا بعض، او يحلوا مشاكلهم سوا، او ان هم يحكوا مشاكلهم او ضغوطاتهم في اخر الليل. هو طبعا طبعا الموضوع ده بيبقى صعب جدا يا اسراء، خصوصا يعني الفتره طبعا اللي هي فتره كورونا اللي احنا كمان بنعدي فيها دلوقتي في الموجه الثانيه دي، برضو جابت نوع من الزهق او الجفاء في العلاقات عموما الزوجيه، لان بسبب ان هم طبعا بيبقوا خلاص هو دلوقتي عايز يقضي وقته اكتر مع صحابه، لان هو زهقان هي عايزه تقضي وقت مع صحابها، فبيبتدي برضو لو ما فيش تفاهم في العلاقه بيبتدي يوصل برضو ان هو زهقان، فبيبتدي الموضوع للخيانه يعني بشكل من الاشكال طبعا. اكيد. واحنا برضو سمعنا في فتره بتاعت كورونا ان في مثلا اكتريه حالات الطلاق، او اكتريه مثلا الحوادث سواء زادت قتل او كده، فعلا زادت، خصوصا يعني الضغط ما بين الاثنين او كده، ان هم موجودين مع بعض طول الوقت في البيت فمحدش منهم بيخرج، فالضغط بيزيد، او ممكن الاب مبقاش فاهم اولاده، او مش فاهم يعني ايه البيت ماشي ازاي او كده، خصوصا ان هو كان بيقضي وقته على طول يعني بره. او بيبقى الموضوع خلاص بقى روتين اكتر، ويعني وبرده من المشاكل او الاسباب اللي بتوصل للطلاق برده في حاجه برده بتبقى مهمه جدا، ويعني من اكتر المشاكل اللي انا بشوفها طبعا صعبه جدا، اللي هي مشكله العنف.
ان بيبتدي ان هم بيبتدوا في نوع من الحوار بيبقى فيه عنف لفظي او جسدي، يعني هو الموضوع مش بيبقى جسدي بس، ان هو بيبتدي ان لو بالنسبه يعني للراجل بيبقى مستقوي نفسه شويه ان هو بيبقى جسمانيا طبعا اقوى من المراه، وبالنسبه للست طبعا بيبقى الموضوع اكتر اللي هو خلاص انت ابتديت ان انت تهاجمني بكذا كذا، فهتبتدي ان هي تتكلم برده بطريقه لفظيه ثانيه، فده بيبقى برده قدام الاطفال فبيتاذوا نفسيا، لان يعني العنف ده بيبقى يعني زي ما احنا قلنا بيبقى شيء قاسي قوي، وبيبقى الموضوع يعني من اصعب المشاكل اللي بتوصل للطلاق، لان هي ما بتبقاش عندها اي اختيارات او اي حلول ان هم حتى يتفاهموا او ان هم يرجعوا حتى تاني نفس العلاقه. واكيد برضو يعني عامل اساسي من الاسباب ديت مثلا لو الراجل بيتعاطى مخدرات او اي حاجه، او مثلا الست ساعات برضو في ستات برضو بتتعاطى مخدرات او بتشرب سجاير، ده بيأثر برضو على الشخصيه او بيأثر على طولة البال، ممكن تكون الست عصبيه والراجل عصبي برضو، فالاتنين مش بيتفاهموا، فممكن تحصل مشاكل كتير جدا بتؤدي للطلاق. طبعا ده اكيد جدا، لان كمان الحاجات دي بتبتدي ان هما بيفقدوا الوعي او بيفقدوا التركيز، فبيبتدوا يتكلموا في حاجات المفروض ان هما ما كانوش مثلا يتكلموا فيها بالطريقه دي، بيبتدوا ان هما يعني ما بيحترموش بعض بنفس طريقه الاحترام اللي المفروض يحترموا بعض بيها، فده طبعا يعني من الاسباب للطلاق. وطبعا لو هنتكلم عن اسباب الطلاق ففي طبعا اسباب كتيره جدا، بس يعني دول من اهمهم. فبرضه من الحاجات اللي مؤثره جدا في مشكله الطلاق في العموم هي يعني وجهه نظر المجتمع يعني ضد المراه او الراجل، وطبعا زي ما قلنا ان هو بيبقى اكتر للمراه، لان المراه هي اللي دايما هي اللي بتاخد الذنب ده، لان هم بيحسوها دايما ان هم بينظروا لها نظره شفقه، كان هي دايما المشكله فيها هي، او ان هي بسبب ان هي اتطلقت او ان هي بقت ست مطلقه هي مش قادره ان هي تعيش حياه مستقله او سعيده، مع انها قادره ان هي تعيش وقادره ان هي تساعد نفسها وقادره انها تساعد غيرها. خصوصا بيبقى العامل الرئيسي في الدعم النفسي او التاثير النفسي بيبقى الاهل، الاهل ساعات كتير قوي بيكونوا عامل اساسي سواء بالسلبي او بالايجابي، في اهل ما بيدعموش مثلا اولادهم لو خدوا الخطوه في الطلاق، او ان ما فيش حل خالص تمام ان هما يحلوا مشاكلهم فاللي هو خلاص لازم الطلاق، ما بيدعموهمش بيشوفوهم او بيحسسوهم ان هما كوسيله او كسلعه، ان هي لا هي كده خرجت عن الطلاق، المشكله فيها او المشكله فيه، او ان هو خلاص طالما اتطلقوا فهو انت اللي وصلتي كده ليه تخربي بيتك بنفسك، وبيبتدي الاهل بيركزوا طبعا في تصرفاتها اكتر، وان انت لازم تاخدي من تصرفاتك، عشان دايما اللقب اللي بيقولوا عليه اللي هي لقب مطلقه، اللي هو انت ما ينفعش تنزلي في المواعيد دي زي واحده عازبه او واحده مش متجوزه قبل كده، عشان انت بيبقى العين عليكي اكتر بطريقة طبعا مبالغ فيها، فبتبتدي برضو بيربي لها نوع من العقدة، حتى لو هي شخصيتها قوية أو قادرة أن هي تشيل مسؤولية أطفالها، أو أن هي اتطلقت بسبب سلوكيات مش عاجباها، فبتبتدي أن هي برضو بتوصل لحالة من الإحباطات كتيرة قوي. فعلا خصوصا برضو في الريف بيبقى الضغط عليها أكتر، سواء من الأهل، خصوصا في الريف برضو بيبقوا المنطقة صغيرة فكل عارف بعضه، فساعات كتير بيبقى الضغط عليها، بتسمع كلام من اللي حواليها كتير فبتضطر أن هي تسكت، أو ممكن لو هي شخصيتها قوية ممكن تستقل بنفسها وترجع للشغل وترجع أحسن من الأول. بالظبط. وطبعا من ضمن الاسباب برضو يا اسراء اللي يعني اللي برضو بتبقى مشكله بالنسبه للمراه اكتر طبعا من الراجل زي ما قلنا، اللي هي حته الغيره، ان دايما الستات عموما بيغيروا من الست المطلقه، او بيشوفوا ان هي طالما هي مطلقه هي قادره ان هي تعمل اي حاجه بحريه، يعني اللي هي ممكن تنحرف عادي جدا، ممكن ان هي تمشي في اي طريق مثلا مش مقبول او الكلام ده كله، مع ان الموضوع مش معنى ان هي مثلا برضو يعني مطلقه بيخلق لها اعذار، اللي هو لا انت ما تتعامليش مع جوزي عشان انت دلوقتي مطلقه، فانت هتبقى طريقتك معايا مثلا بطريقه اوفر مش عاجباني او الكلام ده، فبيبتدي الموضوع بيبقى سخيف برضو بالنسبه لها او مهين. خصوصا برضو الرجاله بيبقى عندهم نقطه او حته ان إيه، لا انت ما تتعامليش مع واحده مطلقه عشان لو حصل ما بيننا خلاف صغير ممكن ان انت تحرضيها او ترسخي في دماغها فكره ان انت خلاص ما فيش حل غير الطلاق. ده حقيقي فعلا، فهي بتبتدي خلاص اللي هو انا هبتدي الحياه الجديده دي، وان انا قادره ان انا اعيش حياتي واكمل، وان انا اسلوب الطلاق ده عمره ما هيغير لي اي حاجه، بس في نفس الوقت برضو يعني هي بتعاني منه في حياتها اليوميه بشكل كبير جدا فعلا. وبرضو في شركات يعني الفتره اللي فاتت سمعت عن شركات كده بتقول ان لازم مواصفات الستات اللي بيشتغلوا فيها ان هي تكون مثلا مش مطلقه او صغيره ولازم تبقى حلوه والكلام ده كله. بالظبط ايوه بالظبط،
فمش عارفه ايه الشروط بصراحه دي، يعني بيبقى عليهم كده متطلبات غريبه، والمفروض اصلا ما يبقاش فيه متطلبات زي دي. هي الست واحده المفروض تشتغل سواء هي كفيئه في العمل او لا. بالظبط، هو المفروض يشوفوها بمنظور تاني خالص، ان هي طالما هي قادره انها تشتغل او قادره ان هي تعمل ده، يعني لقب ان هي مطلقه او هي عازبه او كل الكلام ده مش هيفرق خالص في سلوك البني ادم، لان البني ادم سلوكه من تربيته من الاسس اللي هو اتربى بيها في البيت والحاجات دي كلها. اكيد، عشان بنشوف برضو بنات او ستات مش متجوزين فبياخدوا حريتهم اكتر عن الست المطلقه طبعا بكتير. ويبقى طبعا في بلاوي تانية كتير بتبقى ملهاش علاقه خالص بان الست تكون مطلقه او مش مطلقه، خصوصا برضو يعني من المشاكل اللي بيعانوا منها يعني العنف، ان بيبقى في نوع برضو من العنف في المعاملات مع بعض، يعني بيبقوا مثلا في الشغل برضو بيتعاملوا بعنف معاها او بيتعاملوا معاها بطريقه معينه. اكيد ان هي مش وراها شغل كتير او ضغط كتير فتاخد شغله اكتر ويبقى عليها ضغط اكتر. بالزبط. فتحس ان هي الدنيا مش بيحسسوها ان هي بتحس او ان هي متبلده. اكيد، وبرضو يعني عشان ما نبقاش عنصريين، يعني اسراء برضو الراجل يعني بيتظلم في حاجات يعني، بس هي طبعا زي ما قلنا يعني هي اقل شويه من الست، لان الست طبعا دايما هي اللي ايه بيتركزوا معاها اكتر، حتى لو واحده مشهوره او الكلام ده بيبقى دايما الست هي بيشوفوها لبست ايه او عملت ايه او الكلام ده. فعلا فعلا، فالراجل بيبقى المشكله كلها بس في حاجتين، يعني هو مشكله ان هو بيشوفوه مثلا مش مسؤول مش قادر يفتح بيت. فعلا برضو وجهة النظر برضو من حاجة تانية، ان ممكن الراجل يتقدم او لواحدة متجوزة ممكن بقى مش متجوز قبل كده، فاللي هو فكرة ازاي ده مثلا هيتقدم لها واحد يبقى اكيد المشكلة فيه، اكيد مش قادر يشيل المسؤولية، يبقى اكيد الموضوع هيبقى بالنسبة لي ليه ابدأ حياتي مع راجل كان مطلق، وبرضو بتبقى من نفس الاسباب. وطبعا أكيد. يعني الحاجة التانية برضو اللي هي مهمة جدا ان هنتكلم فيها يعني مصير الاطفال. مصير الاطفال فعلا الحاجه الاساسيه اللي بتتاثر منها، او اكتر حاجه بتتاثر منها نفسيا او جسديا او فيما بعد. يعني الاطفال سواء هم في سن ال 18 او قبل سن المراهقه بيتاثروا جدا جدا، يعني سواء بيبقوا بيأثروا في حياتهم بعد كده، بيخافوا ان هم ياخدوا خطوه للزواج بعد كده سواء من البنت او الراجل، بيخافوا ان هما مثلا ممكن يفشلوا في حياتهم الجديده او الحياه المستقبليه بعد كده زي ما الحياه اللي قبل كده فشلت معاهم. بالظبط، يعني وغير كده كمان بيبقى في نوع كمان من الغيره، يعني دايما الاطفال تلاقيهم يعني طبعا بيختلف من كل سن، اللي هو قبل سن مثلا المراهقه بيبتدوا ان هما دايما بيبصوا للناس التانيه، بيشوفوا الاطفال التانيه بيعملوا ايه، اللي هو اشمعنى الطفل ده عنده الاهتمام الكامل وانا ما عنديش، فبيبتدوا دايما يبصوا لحاجه غيرهم، اللي هو احنا ليه ما عندناش الاهتمام ده، فبيبقى الموضوع عندهم زياده عن اللزوم، اللي هو بيوصل لهم برده النوع من العنف او العدوانيه، او ان هما دايما بيتصرفوا تصرفات غريبه، اللي هو بيبقى مشكله كمان بسبب ان هما يعني الاسس عندهم ما بتبقاش كويسه، او ان هما بيبقوا شايفين برده ما بين الاب والام العلاقه اللي ما بينهم حتى وهم متجوزين او بعد الطلاق بتبقى يعني بتبقى العلاقه فيها نوع من العنف او السخريه. الطفل برضو يا ريهام يعني بيحتاج ان يبقى الطرفين موجودين سواء في مرحله المراهقه، بيبقى شايف اصحابه او اللي حواليه ما عندهم اهتمام من الطرفين، يعني مهم جدا بيبقى في الفتره دي، لانه بيبقوا محتاجين يحكوا لامهاتهم وكده حاجات معينه ولابهاتهم برضو حاجات معينه، فما بيلاقيش طرف واحد منهم بيبقى محتاج ان هو مثلا يقول لاصحابه او يتجه لطرف اخر. ساعات برضو كتير مثلا يعمل حاجات عدوانيه او ان هو يتجه ان هو يشد او يجذب الانتباه ليه بحاجات عدوانيه او مثلا يتخانق او يعمل مشاكل كتير قوي في المدرسه. بالظبط، ده طبيعي جدا، لان هو دايما بيبقى اسراء المشكله بيبقى فعلا زي ما قلنا اللي هو حته الاسس، اللي هو خلاص هو بالنسبه له هو شايف ان عيلته بتتعامل بطريقه معينه، خد مثلا من صفات ابوه مثلا اللي ما كانتش عاجباه او عدم اهتمامه بيه، ومن الام برده نفس الكلام، فبيبتدي بيبقى فيه نوع من يعني من النقص، فبيبقى فيه نقص دايما في التعاملات، او بيبقى نقص من حاجات كتير قوي في سلوكات البني ادم ما بيكونش اتكون صح، لان في ناس كتير بتبقى متطلقين بس هما العلاقه اللي ما بينهم كويسه،
فطول ما العلاقه طبعا ما بينهم كويسه يعني حتى لو كانت المشاكل ايه بيبتدي الموضوع بيبقى احسن بكتير، يعني بيبتدي طالما هم في ما بينهم تفاهم هم خلاص الاطفال بيبقوا اتعودوا على كده، خصوصا لو هم كبار مش مراهقين بيبقى الموضوع بيبقى احسن اكيد. والمشاكل اكتر بتزيد لو الطلاق وصل لمرحله المحكمه، الاطفال بيبهدلوا جدا لو هم بيروحوا معاهم وان هم يشوفوا مثلا مشكله السكن ده هيعيش مع مين او التكلفه مين هيصرف عليه او كده، فالطفل بيلاقي نفسه مشتت او ان هو مثلا بيروح هنا وبيجي هنا، فالطفل اصلا ما يستحملش في السن ده او في المرحله دي ان هو يشوف محاكم او كتير او كمان المشكله بتبقى اكتر في حته ان مثلا يبقى خلاص ان الام بقى ليها جوز تاني او الاب برده نفس الكلام، فبرده لما حته ان هو بيتشتت ما بين الطرفين دي بيخليه الى حد ما يعني بيحاول يدور على الحته الاريح له، فبرضه بيبقى فيه مشاكل كتير ان هو مش قادر يتعامل مع جوز الام زي ما هيتعامل مثلا مع ابوه، او لو ابوه مثلا متوفي وهي اتجوزت واحد تاني بيبقى برضه في مشاكل في القصه دي كتير قوي. اكيد، وبيبقى مثلا في اختلاف تعامل ما بين زوج الام او مرات الاب او كده، بيبقى فيه تعامل مختلف، بس في ساعات حالات استثنائيه بيكون فيهم الام حنينه برضو اللي هي مرات الزوج او اب الزوجه، يعني بيبقى كويس جدا، بيبقى تعامل معهم كويس. وغير كده كمان يعني طبعا من المشاكل برضو اللي بيتعرضوا لها الاطفال او المراهقين طبعا بصفه عامه ان دايما بقى بيبقى بيبتدي ان الولد بيحاول ان هو يعني خلاص يدور بقى على وسائل تانية او ان هو يوصل للانحراف، او ان البنت دايما بتحاول تدور على حد تاني يهتم بيها او بتفكر بطريقه، فممكن مثلا حد يضحك عليها او الكلام اللي يوصلها يبقى غلط، خصوصا ان البنت بتحتاج الايد الحنينه اللي تطبطب عليها في الوقت اللي ما بتلاقيش حد فيه جنبها. طبعا بالظبط، فدي طبعا من المشاكل اللي بيخلي فيه اخطاء كتيره قوي بسبب ان الاطفال مش متاسسين صح، او بسبب ان الطلاق ده لما حصل كان فيه مثلا عنف كتير او فيه مشاكل كتير ما بين الطرفين وصلهم لكل ده، خصوصا طبعا حته العنف دي بتبقى شديده جدا، يعني لما يكون الاطفال شافوا مثلا ابوهم وامهم وهم صغيرين مثلا يتضربوا بعض او بيتخانقوا مع بعض او في مثلا خناقات ما بينهم كتير، فبيبتدوا خلاص اللي هم تاقلموا فعلا اللي هو على الوضع ده، تاقلموا ان هم خلاص العنف ده احنا موجود عندنا في البيت، فاحنا خلاص بقى عندنا حته عنف او حته عدوانيه ان احنا بالنسبه لنا احنا مش فارق لنا اي حاجه وعايزين مثلا نعيش حياتنا بطريقه مختلفه او طريقه خاطئه بسبب ان احنا ما سمعناش الكلام ده من واحنا صغيرين او ان احنا شفنا خناقات، فبقت خلاص من جوانا احنا شايفين ان دي الحياه الطبيعيه. حتى ده بيأثر عليهم بعد كده، بعد مثلا الشباب بتخلص كليه او تفكر في فكره الجواز بيبقوا خايفين ياخدوا الخطوه دي او ياخدوا خطوه ان احنا نفتح بيت او ان احنا نستقر، ممكن يخافوا ان احنا نفشل زي العلاقه اللي قبل كده، او ان مثلا ما ينفعش ان احنا نكمل الحياه بعد كده بسبب المشاكل اللي احنا شفناها قبل كده. بالظبط طبعا جدا، خصوصا كمان ان ساعات برضو لما بيكونوا يعني لما يكونوا متطلقين او من الاسباب اللي بتوديهم للطلاق هم نفسهم يعني الاب او الام بيتعاملوا معاهم بطريقه قاسيه، فالقسوه دي برضو بتربي لهم قسوه تانية فبيبتدوا برضو بيتعاملوا بقسوه، غير ان كمان يعني خلاص هم يعني بتبقى هي الفكره ان هم يعني المفروض ان هم ما يعملوش مع اطفالهم بالطريقه دي، يعني هو انتوا مثلا لو في مشاكل او حاجه قدرتوا تحلوها او ما تحلوهاش ممكن يوصل، لان فعلا مش كل الاطفال بيبقى مخه زي بعض او عموما الكبار او المراهقين او بيبقى على حسب طبعا السن، لان كل ما السن طبعا بيكبر والموضوع مثلا بيبقى مثلا الطلاق على سن كبير بيبقى الموضوع اصعب كمان من الاطفال بكتير، لان ممكن كمان الاطفال الى حد ما بيكونوا لسه مش بدرايه كافيه يعني ليه هم اتطلقوا، او مثلا لو مثلا ابوه مات او حاجه بنقول ماما سافر والكلام ده، فبيبقى الموضوع لسه مش بدرايه كافيه ان هم يستوعبوا الموضوع كله. المفروض اصلا الامهات او الابهات يمهدوا لابنائهم الحوار او فكره الطلاق او فكره الانفصال عشان ما ياثرش بعدهم يعني عليهم بعد كده، وكمان يعني يوضحوا لهم يعني ايه انفصال، يعني ايه احنا مش هنقدر نكمل مع بعض، او عشان ما يحصلش مشاكل بعد كده عشان ما اضركش او اضر نفسي او اضر غيري والكلام ده يعني. بالظبط، واننا فعلا لو هما يعني حلوا مشكله بطريقه يعني سهله او بطريقه الى حد ما فيها نوع من التفاهم كل الحاجات دي هتتحل جدا، لان هو الفكره كلها ان هما حتى لو يعني ان هما اختلفوا او انفصلوا او اتطلقوا بتفاهم بيبقى لحد ما العلاقه ما بينهم ما بتكونش وحشه من قدام الاطفال، فبيبقى الموضوع لحد ما مش صعب.
خصوصا برضو الشباب فترة الجامعة أو كده ممكن ياخدوا سكن جامعي، فالأصحاب اللي بيبقوا قاعدين معاهم مش بيعرفوا إن هما جايين من بيئة إيه، ساعات كتير بياخدوهم لطريق غلط جدا لو ما فيش رقابة من بين الأهل، أو ساعات لو في انفصال أو في طلاق زي كده ما بيبقوش مدينه الاهتمام أو عارفين إن هو بيعمل إيه أو بيروح فين، فبيبقى ده أثر سلبي جدا عليه. طبعا هو ده اللي بيوصل اصلا انحرافات كتيره قوي بالنسبه كمان للشباب، لان كل واحد يعني برضو يعني بيلعبوا في قدام بعض، اللي هو لا خلاص انت اعمل كذا يا ابني، كبر دماغك، لو انت عملت كذا خلاص الدنيا هتبقى تمام. فالحاجات دي كلها بتوصلهم لنفس الحاجه بالظبط. اكيد فعلا يعني بيبقى عليهم ضغط جامد، بس المفروض يعني الاهل ياخدوا في عين الاعتبار ان هما لازم ياخدوا اهتمامهم بيهم او ان هما ياثروا عليهم في حاجات ايجابيه كتير، مش شرط ان هما مثلا يعني ياخدوا عليهم الضغط اللي هما اتاثروا بيه او ان هما يدوهم طاقه سلبيه عليهم او ان هما يقولوا لهم مثلا الحياه دي خلاص ما وقفتش لازم تكمل، مفيش حد بيفشل مرتين او مره، لازم تحاول وتجرب وتخش في حياة جديدة ممكن تنجح بعد كده، مش ممكن ما تنجحش، ليه لأ؟ بالظبط، لان هو النجاح مش بيبقى مره واحده او الفشل بيبقى مره واحده، لازم نعدي بمراحل كتير قوي عشان ننجح او نفشل. وانه عموما حتى يعني حته ان هم يوصلوا للطلاق او لا، يعني لازم يفكروا كذا مره، لان فعلا الاطفال بتبقى اكتر حاجه بتتضرر في العلاقه دي، لان هم زي ما قلنا حتى لو ليهم ذنب بطريقه بعيده او صغيره برده ما لهمش ذنب كامل ان هم يشوفوا مشاكل كتير من هم صغيره، لان هي خلاص بتبقى دلوقتي خلاص هم خدوا نفس التفكير او خدوا الحوارات دي وتعاملوا على اساسها، فالموضوع بالنسبة لهم بقى يعني صعب جدا ان هم خلاص هم شايفين المشاكل دي فتطبعوا عليها، بقوا شايفين ان هم طبيعي جدا ان هم يقدروا يفشلوا تاني مع ان هم ممكن ينجحوا او ممكن حتى يجربوا ويشوفوا المشاكل هتبقى عاملة ازاي. لان كمان في يعني طلاقات كتير جدا بيبقى معظم يعني الناس اللي بتطلق بيبقوا كلهم شباب، لان هو بيبقى الفكرة كلها ان هم لسه مش عارفين بعض كويس زي ما احنا قلنا في اسباب يعني الطلاق والكلام ده، فبيبتدوا ان هو بيبقى خلاص هم لسه عارفوا بعض، حبوا بعض واتجوزوا فعلا. اكيد فبيبقى خلاص اكيد. للاسف وقت حلقتنا انتهى، للاسف وقت حلقتنا انتهى، اتمنى يكون موضوع حلقتنا فاتكم ونكون ضفنا لكم حاجات جديده تصحح من اخطاء مجتمعيه جديده. نشوفكم في حلقه جديده من برنامج كايرو ميديا ستار، نشوفكم على خير.